تحدثت عن المؤامرة بما في ذلك ما حدث في مصر، بما ذلك في ذلك 2011 في مصر. يعني شوفي مصر ولك موقف واضح منشور. أنا هقول لك مصر، وأنا وزير خارجية مصر الأسبق، مصر كانت تحتاج للتغيير، مؤكد كانت تحتاج للتغيير. ليه؟ لأنه كان لدينا الرئيس بلغ من السن في 25 يناير ما يقرب من سنه 83 سنه، كانت مصر محتاجه لتغيير، وبالتالي الشعب كان متململ. لكن بالتاكيد التمويل الاجنبي، وانا رصدت هذا التمويل الاجنبي، والاجهزه المصريه رصدت هذا التمويل الاجنبي، وهناك قضايا ضد التمويل الاجنبي. التمويل الاجنبي، وكتبت في كتاب شهادتي، في كتاب شهادتي بقول انه كان هناك مبالغ تنفق جوه الارض المصريه تقرب من احيانا 50 مليون دولار في السنه. الدولار في وقتها كان 5 جنيه و60 قرش. وفي احاديث ليا مع الرئيس مبارك قلت له سياده الرئيس ينفق الجانب الامريكي ينفق على ما يسمى تأهيل المجتمع المدني المصري، تدريب المجتمع المدني المصري لمنظمات محددة، لمراقبة الانتخابات، يعني تدريب الناس على كيفية الترويج للانتخابات وغيره، ما يقرب من 250 مليون جنيه مصري. قلت له وهذا مبلغ كبير للغاية في السوق المصرية، فلازم يتحط عليهم العين ونعرف بالظبط هم بيعملوا ايه في البلد دي.